السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تالتة ثانوي باشمهندسين الغاليين، إن شاء الله دي الحلقة التانية في التكامل زي ما اتفقنا معاك. إن شاء الله هنشتغل فيها تكامل الدوال الأسية واللوغاريتمية، وهناخد فيها طرق التكامل إن شاء الله. يبقى احنا النهاردة عندنا جزئيتين. الجزئية الأولى يا فندم هي تكامل الدوال الأسية واللوغاريتمية، الجزئية التانية هي طرق التكامل. تعالى كده سمي الله وركز معايا كده، تعالى نتكلم شوية عن تكامل الدوال الأسية واللوغاريتمية ونبدأ بالقواعد بتاعتنا. بص يا سيدي الناس، قلت لك ألف مرة ما ينفعش تفصل ما بين التفاضل والتكامل. يعني حضرتك عارف ان الـ هي أس سين اشتقاقها هي أس سين، يبقى لما اجي اكملها بص كده حبيب قلبي، تكامل الـ هي أس سين بالنسبة لسين دي بيبقى تكاملها هي أس سين زائد الثابت. يعني حضرتك لما بتكامل اللي هي أس سين تكاملها هي أس سين. طب استنى، لما كنا بنفضلها كنا أوقات بنضرب في مشتقة الأس لو تفتكر، لما أجي أكملها القاعدة بتاعتنا هتبقى إيه يا مستر؟ يبقى تكامل اللي هي أس كاف سين زائد ب مثلا بالنسبة لسين دي تكاملها إيه؟ هناك كنا بنضرب في معامل السين في الاشتقاق، لكن في التكامل هنقسم عليه، يعني تبقى هي أس كاف سين زائد البه واقسم على معامل السين زائد الثابت. يبقى انا لما اجي اقول لك ايه مثال على دي، تكامل اله اس 2 سين زائد 3 بالنسبه لسين دي تكاملها ايه يا حبيب اخوك؟ تقول لي يا مستر سهله، تقول لي دي تكاملها يا مستر هيبقى ه اس 2 سين زائد 3، يعني بنكتب الداله كما هي ونقسم على معامل السين يعني على الاثنين زائد ثابت التكامل، اللي هي ممكن تتكتب نص ه اس 2 سين زائد 3 زائد ثابت التكامل. يبقى القاعده الثانيه اللي قدام حضرتك، لو ال ه مرفوعه لاس سين وفي معامل اقسم عليه. طب استنى، كان عندنا برضو تكامل الداله الاسيه بس لما يكون اساسها عدد، فاكر؟ يعني لما اقول لك ايه، تكامل الف اس سين بالنسبه لسين، لو تفتكر كنا بنشتق دي كنا بنكتب الداله كما هي والاشتقاق بتاعك كان بيبقى فيه لوغاريتم الف للاساس ه. قلت لك ما تفصلش ما بين التفاضل والتكامل، انا عايز اكمل الداله دي اللي اساسها مش ه ده اساسها عدد، اعمل يا مستر؟ سهله وبسيطه حبيب اخوك، اكتب الداله كما هي اللي هي الف اس سين واقسم على لوغاريتم الف للاساس ه. هناك في التفاضل كنا بنضرب يا واد، هنا بنقسم، يبقى كل ده يا فندم زائد ثابت التكامل. تعال نكتب قاعده كمان زي اللي فوق، هقول له لو عندي تكامل الف اس كاف سين زائد ب بالنسبه لسين اعمل ايه هنا يا مستر؟ نفس الكلام يا حبيب قلبي، اكتب الداله كما هي الف اس كاف سين زائد ب واقسم على لوغاريتم الف للاساس ه، بس المرة دي مضروب في معامل السين اللي هو الكاف، كل ده طبعا زائد ثابت التكامل. تعال اوضح لك احنا نقصد ايه، تعال اديك مثال. لو قلت لك انا عايز تكامل الثلاثة اس سين بالنسبة لسين، تقول لي يا مستر دي تكاملها سهل، هكتب الدالة كما هي اللي هي 3 اس سين واقسم على لوغاريتم 3 للاساس ه زائد ثابت التكامل. وشوية هقول لك على قواعد في اللوغاريتمات هنتكلم فيها سوا، ان ده ممكن يطلع فوق هنا مضروب بس يبقى لوغاريتم هي للاساس 3. هقول لك على القواعد دي بس خلينا نمشي واحدة واحدة. يبقى انا اديتك مثال دلوقتي اهو على القاعدة اللي قدامك دي. طب استنى، تعال ناخد مثال كمان على القاعدة الرابعة دي. لما اقول لحضرتك مثلا انا عايز تكامل مثلا 2 اس 5 سين زائد 3 بالنسبة لسين اكملها ازاي؟ قلت لحضرتك يا حبيبي اكتب الدالة كما هي 2 اس 5 سين زائد 3 واقسم على لوغاريتم 5 للاساس ه واضرب في معامل السين، او اسف لوغاريتم 2 للاساس ه واضرب في معامل السين اللي هو 5، يبقى التكامل بتاعك يبقى بالصورة اللي قدام حضرتك دي. يبقى خد بالك دول اربع قواعد مهمين جدا لتكامل الدوال الاسية، الدالة اللي اساسها ه بنكملها ازاي، والدالة اللي أساسها عدد بنكملها إزاي. عندنا برضو قواعد للدوال اللوغاريتمية، قلت لحضرتك قبل كده إن في الدالة اللوغاريتمية كنا بنقول مشتقة الدالة على الدالة، فبالتالي لما أجي أقول لك تكامل واحد على سين
بالنسبة لسين فحضرتك هنا بتقول لي ايه بقى؟ ان البسط تفاضل المقام، يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام للأساس ه زائد الثابت. وبصفة عامة نقدر نكتب القاعدة دي بالمنظر ده. لو انت لقيت مشتقة دال شرطة سين على دالة سين، يعني لقيت البسط تفاضل المقام، يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام للأساس ه. حبيبي احنا هنا مش بنشرح، احنا هنا بنكتب لك قاعدة. القاعدة حضرتك لازم تكون فاهمها. بص، لو لقيت يا بابا البسط تفاضل المقام، يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام. وضح لي يا مستر. اوضح لك يا حبيب قلبي. بص كده يا بابا، لو انا قلت لك مثلا عايز تكامل مثلا 2 على 2 سين زائد 3 بالنسبة لسين، بص حبيبي اخوك، بص مش البسط مشتقة المقام؟ اه والله، ما هو دي مشتقتها 2، يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام اللي هو 2 سين زائد 3 للاساس ه زائد الثابت. ايه ده يا مستر؟ يعني طول ما انت بتلاقي البسط تفاضل المقام، يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام. وهنا في بقى شويه امثله كده، شويه حاجات بسيطه محتاجين من سعادتك تركز فيها. زي ايه يا حبيب اخوك؟ اوقات كنت بقول لك هات لي مثلا تكامل الظا، اسف معلش، هات لي تكامل الظا س بالنسبه لس. وحياه ابوك ركز معايا، في اشتقاق الدوال المثلثيه ما اتكلمناش عن دي ولا اتكلمنا عن دي برضو. عايز تكامل الزطا، لان عشان اكلمك عنهم كان لازم اديك القاعده اللي فوق دي، اللي هي لما يكون البسط تفاضل المقام نعمل ايه. بص بقى، بص حبيبي، كل الناس هتقول لي ايه دي ظا يا مستر، يعني المفروض اكتبها كده. بص يا بابا، ظا س دي تبقى ايه؟ جا س على جتا س بالنسبه لس. بص بقى كويس كده، اصبح البسط مشتقه المقام. مش انت عارف ان الجا هي مشتقه الجتا؟ بس عايز اسالب يا مستر. خلاص يا عم، احنا الموضوع ده بقى خلاص اتفقنا عليه من الحصه اللي فاتت، صح حماده؟ هحط هنا سالب وبره سالب، اصبح البسط تفاضل المقام، يبقى الناتج اوعى تنسى السالب اللي حطيته بره، سالب لوغاريتم مقياس المقام للاساس ه زائد الثابت. لا مش فاهم يا مستر. طب تعالى افهم هنا اكتر. بص، زتا س مالها دي يا مستر؟ مش انت عارف ان الزتا بتساوي جتا على جا، صح كده حبيب اخوك؟ مش البسط كده يا قلبي مشتقة المقام، صح؟ يبقى الناتج هيبقى لوغاريتم مقياس المقام للاساس ه زائد الثابت. يبقى انا بابا هنا بفهمك قاعدة مهمة جدا، بالله عليك ما تنساهاش، ان لو البسط تفاضل المقام يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام. ده تفاضل او اسف تكامل الدوال اللوغاريتمية، بالله عليك ما تنساهوش. يعني حتى حبيبي بص، الحتة دي توضح لك حاجة. بص، فاكر لما كنا بنقول لك تكامل مثلا 1 على س بالنسبة لس، فكانت بعض الطلبة تيجي تقول لنا ايه؟ بص يا مستر، انا هطلع دي فوق فتبقى تكامل س اس سالب 1 بالنسبة لس وكملها عادي. طب ما انت هنا مش هينفع. ليه؟ لانك عشان تكامل دي كنا بنقول لك زود على الاس ده 1. طب ما انت لما تزود على الاس ده 1 هيبقى الناتج كام يا بابا؟ صفر. فانت كنت بتقول زود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد، مش دي قاعده التكامل؟ فده هنا ما ينفعش. فانا عشان هنا بنقول لك ايه بقى؟ بنقول لك لو البسط تفاضل المقام يبقى الناتج هنا لوغاريتم مقياس المقام للاساس ه. القاعده دي مهمه جدا يا شباب، وهنشتغل بيها كتير، زي القاعده كده بتاعت المره اللي فاتت، قوس مرفوع لاس جواه داله وبره مشتقتها، معايا المره دي برضو؟ بالله عليك يا حبيبي، قواعد التكامل دي ما تتفرجش على حصه للتكامل لاخوك الا لو قواعد التكامل دي قدامك، لانك هتفضل كل مره هتلاقيني بفكرك بقاعده وانت ناسيها. طب ما تعمل قدامك شيت كده القواعد التكامل اللي انا كتبتها لك المحاضره اللي فاتت والمحاضره دي، وبص عليا وانا بحل زي ما انت عايز، الموضوع هيبقى بسيط بالنسبه لك. يبقى انا بابا هنا بتكلم عن قواعد لتكامل الدوال الاسيه واللوغاريتميه، تعال راجعها مع بعض. القاعدتين الاولانيين خاصين بالداله الاسيه لو اساسها ه. تكامل ال ه اس س ه اس س، تكامل ه اس ك س قلت لك اقسم على معامل الس، يعني اكتب الداله كما هي واقسم على معامل الس. تكامل العدد اللي مرفوع لاس س او تكامل الداله الاسيه لو اساسها مش ه، يعني اساسها عدد، بنكتب الدالة كما هي ونقسم على اللوغاريتم العدد للأساس ه. تكامل يا حبيبي ألف أس كاف سين زائد ب، يعني لو الدالة الأسية بتاعتك أساسها عدد وفوق في معامل للسين، قلنا لك اكتب الدالة كما هي
واقسم على لوغاريتم العدد اللي مكتوب للاساس ه مضروب في معامل السين. اوعى القواعد دي لازم تكون قدامك وانت مركز فيها. رحنا بعد كده اديناك امثله طبعا، ورحنا بعد كده يا بابا نقول لك تكامل الداله اللوغاريتميه شكلها ايه. قلنا لك لو البسط تفاضل المقام يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام، واديناك مثالين على حاجتين مفترض ان هما من الحاجات المحفوظه عندك. احنا ما بنقولش ان هي تتحفظ، بس هي سهله، ولكن احنا بنقول لك الحاجات دي حاجات ثوابت عندك زي القا والقتا برضو. بص كده بابا، بص من ضمن تكاملات الدوال اللي المفروض حضرتك تكون عارفها هي تكامل القا سين بالنسبه لسين، وتكامل القتا سين بالنسبه لسين. ركز معايا الله يرضى عليك يا حبيبي، لان التكاملين دول ليهم يعني صوره خاصه. معلش ليه بقى؟ بعض الناس تقول لك انا اشيل القا واحط واحد على جتا. كلامك سليم بس مش تعرف تكملها. طب اكملها ازاي هنا يا مستر؟ احنا يا حبيبي بناخد القا سين دي، بالله عليك يا بابا ركز معايا بقى، نضربها في ايه؟ نضربها في قا سين زائد ظا سين على قا سين زائد ظا سين. ايه ده يا مستر اللي انت بتكتبه ده؟ بحاول اخلي البسط تفاضل المقام. اه والله، بص 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 بص، دي لما تتضرب مش دي هتتضرب في البسط تبقى تكامل ق س في ق س بق تربيع س. طب ق س في ظ س يبقى ق س ظ س، خلي بالك بالله عليك. وتحت هنا حبيبي ق س زائد ظ س. بص كده يا بابا، بص بص ركز كده، القهايا دي اشتقاقها ق س ظ س، طب والظهايا دي اشتقاقها ق تربيع س. يعني اصبح البسط اشتقاق المقام او تفاضل المقام، يبقى الناتج هيبقى لوغاريتم مقياس المقام اللي هو ق س زائد ظ س للاساس ه بالنسبه او زائد الثابت. يبقى انا هنا بابا ضربت في ق س زائد ظ س على ق س زائد ظ س عشان اخلي البسط تفاضل المقام. اسمع الكلام، الحاجات دي ده تكامل ثابت عندك في المنهج، تكامل ثابت عندك في المنهج لازم تكون عارفه. كذلك الامر ده يا حبيبي القتا، القتا يا حبيبي عشان تعوض مكانها هتحط واحد على جا. طب يا بابا ما واحد على جا دي انت مش هتعرف تكملها، فبنعمل ايه يا بابا؟ بناخد القتا س دي يا بابا نضربها في قتا س زائد زتا س بسطا ومقاما، اهو قتا س زائد زتا س، ودي برضه يا فندم قتا س زائد زتا س بالنسبه لسين كل ده طبعا. فلما تضرب دول في بعض بص يحصل ايه يا حبيبي اخوك؟ بص ياض بالله عليك، ياض قتايا في قتايا يديك قتايا تربيع س. طب واللي فوق دي تبقى ايه؟ تبقى قتا س زتا س. ركز معايا الله يرضى عليك. طب واللي تحت دي يا مستر زي ما هي قتا س زائد زتا س. استنى بقى مستر البسط، بص 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 بص، قتا س مشتقتها سالب قتا س زتا س. ماشي يا عم، حط بره هنا ايه؟ سالب، وغير بقى الاشاره اللي جوه دي. انت معايا ولا لا؟ يعني دي كده اصبحت ايه؟ اصبحت اشاره سالبه. يعني خدنا السالب عامل، كاننا خدنا السالب عامل ضربنا في سالب يعني، وهنا برضو دي هتبقى بالسالب اهو اهو. يا عم امسح بقى، دي هتبقى سالب ودي قتا تربيع زي ما هي بس قدامها اشاره ايه؟ قدامها اشاره سالبه. اصبحت ايه بقى يا حبيبي؟ بص كده، بص بص، لما ضربنا في سالب فوق وبره هنحط هنا ايه؟ سالب. ليه يا مستر بتعمل كده؟ اقول لك، اللي جوه دول هيبقوا الاشاره السالبه اللي بره دي، ها مغيره لك اللي جوه، فتخليهم بالايه؟ بالموجب. طب والسالب دي يا مستر هي سالب واحده بس اللي احنا هنحطها. طب ما انت حطيت دي عشان تخلي اللي تحت او اللي فوق اسف مشتقه للي تحت. بص بص، القتا مشتقتها سالب قتا في زتا، والزتا مشتقتها سالب قتا تربيع س. طب يا مستر انا عايز اوفر، لا دي المفروض كده مش موجوده يا شباب، دي هنحط سالب هنا واحده هنا واحده هنا، والسالب دي هي اللي بره. انت معايا؟ يعني احنا هنضرب في السالب الاثنين اللي جوه ونحط السالب دي بره، كده مظبوطه، لان سالب في سالب موجب، سالب في سالب موجب، تمام كده؟ يبقى اصبح البسط تفاضل المقام، يبقى الناتج هنا هيبقى ايه؟ لوغاريتم مقياس المقام. مين المقام يا حبيبي؟ قتا س زائد زتا س للاساس ه زائد الثابت، لان احنا خلينا البسط تفاضل المقام، خلينا البسط تفاضل المقام. بالله عليك الحاجات دي مهمة جدا، الله يرضى عليك حبيبي. تعال بقى اكلمك على شوية حاجات كده تراكمية زي قواعد اللوغاريتمات. بص حبيبي اخوك، قواعد اللوغاريتمات بابا، اللوغاريتمات عندنا حضرتك عارف ان انا اقدر اشتغل احول من صورة اسية اللوغاريتمية براحتي. يعني بمعنى ايه يا حبيبي؟ لو انا قلت لك 2 اس 3 بتساوي 8،
دي عندنا في الرياضة يا بابا اسمها صورة أسية. اسمها صورة ايه يا حبيبي؟ أسية. طب انا عايز احولها لصورة لوغاريتمية، فبنقول ايه بقى يا حبيب اخوك؟ لوغاريتم 8 للاساس 2 يساوي 3. يعني انت عايز تقول لي ايه يا مستر؟ عايز اقول لك يا حبيبي ان الصورة الأسية لو قلت لك الف اس س تساوي ص، دي اسمها صورة أسية. انا اقدر احولها لصورة لوغاريتمية، يبقى لوغاريتم الناتج اللي هي الصاد للاساس الف تساوي س. وخد بالك ان انا اقدر اعمل العكس، يعني اقدر احول من أسية لوغاريتمية ومن لوغاريتمية لأسية. طب يا مستر ايه القواعد اللي عندنا؟ اول قاعدة حبيبي في اللوغاريتمات بتقول لك ان لوغاريتم الالف للاساس الف قيمتها واحد، يعني لو ده زي الاساس ناتج اللوغاريتم واحد. قلنا لك الموضوع ده في تانية ثانوي وبراجع لك عليه اهو. ليه يا مستر؟ حول لصورة أسية تتأكد من كلامنا. ألف أس واحد تديك ألف، مش ده الأساس وده الأس بالنسبة للصورة الأسية يعني. ألف أس واحد تديك ألف، يبقى لوغاريتم اتنين للأساس اتنين بواحد، لوغاريتم خمسة للأساس خمسة بواحد، وهكذا. القاعدة التانية عندك في اللوغاريتمات إن لوغاريتم س أس نون للأساس ألف ها تساوي، خد بالك انا اقدر اكتب الاساس الف واقدر اكتب الاساس ه، القواعد دي تنطبق على الاثنين سواء كان لوغاريتم اعتيادي او لوغاريتم طبيعي براحتك. يعني لو الاساس عدد او الاساس ه الاثنين زي بعض عندي، القواعد هي هي. ايه اللي بيحصل؟ الاس ده يا فندم على اللي ورا اللوغاريتم، كنا نقدر ننزله قدام اللوغاريتم، يبقى نون لوغاريتم س للاساس الف. بنراجع لك على قواعد اللوغاريتمات اهو، الله يهديك. الحاجه الثانيه يا حبيبي ان لوغاريتم الواحد لاي اساس يطلع معاك بصفر. لوغاريتم الواحد لأي أساس الناتج بتاعك بصفر. الحاجة التانية يا بابا إن الجمع في اللوغاريتمات لوغاريتم س للأساس ألف زائد لوغاريتم ص للأساس ألف. قلت لك الأساس ده ممكن يكون هيه عادي، ممكن يكون أساس اللوغاريتم هيه، دي مش مشكلتنا، القواعد دي تنطبق على كله، على اللوغاريتمات أيا كان أساسها. الجمع في اللوغاريتمات يا حبيب أخوك لو تفتكر كان بيتحول لضرب، يبقى باخد له واحدة بس واضرب للأساس ألف. خد بالك القاعدة التانية لو اسمها هكتبها لك جنبها، يعني لوغاريتم س للأساس ألف ناقص لوغاريتم ص للأساس ألف. الطرح في اللوغاريتمات كان بيحول لقسمة، يعني اخد له واحدة بس واقسم س على ص للأساس ألف. افتكر القواعد دي كويس، هنحتاجها معانا حمادة. بالله عليك يا حبيبي ركز، كان عندنا برضو قاعدة مهمة اسمها قاعدة تغيير الأساس، وحياة أبوك القاعدة دي مهمة جدا 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 جدا، هتخليك تبقى مطلع ناتج وتلاقي الاختيارات بشكل آخر وتقعد زي اللطخ. اسمع الكلام، القاعدة دي مهمة. بيقول لك لوغاريتم س للأساس ألف لو الأساس ده مش عاجبني وعايز أغيره أعمل إيه؟ أقدر أقول له كده لوغاريتم س على لوغاريتم ألف اللي هي مثال عليها. اوقات تلاقي الناتج طلع معاك كده لوغاريتم 3 للاساس 2، فبراحتك ممكن انت تكتبها كده لو 3 على لو 2، وبراحتك على فكره ممكن العكس، يعني احيانا نكتب لك كده لوغاريتم 5 للاساس ه. ما انا قلت لك اساس اللوغاريتم مش قصه عندي، القواعد تنطبق ايا كان اساس اللوغاريتم، على لوغاريتم 2 للاساس ه. بص بص دول مقسومين، ممكن استخدم قاعدة تغيير الاساس واكتبهم كده لوغاريتم 5 للاساس 2. خد بالك والله العظيم هنحتاجها كتير، الله يرضى عليك. اسمها قاعدة تغيير الاساس، مهمة جدا 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 جدا. عندي قاعدة تانية اسمها قاعدة المعكوس الضربي. حبيبي لوغاريتم س للاساس الف معكوس الضربي يبقى لوغاريتم الف للاساس س. بنستخدمها في ايدي يا مستر؟ احيانا تلاقي مثال انا كاتب لك كده 2 على لوغاريتم 3 للاساس 2، انت مش عايز تسيب ده كده، عايز تطلعه فوق. طب ما انت كده بتجيب مقلوبه، يعني يطلع 2 في لوغاريتم 2 للاساس 3، دول بيتبدلوا. اسمها قاعدة المعكوس الضربي، قاعدة المعكوس الضربي للوغاريتمات. مهم قوي الكلام ده يا شباب، مهم قوي الكلام ده يا حبيب اخوك بالله عليك. عندي كمان قاعدة مهمة وهنلاقي عليها امثلة كتير. القاعدة دي كانت بتقول ايه؟ ان انا لو عندي الف اس لوغاريتم س للاساس الف، يعني الاساس ده زي اساس اللوغاريتم كنا بنشيل ده كله ونكتب السين. مش فاهم يا مستر؟ يعني اقول لك لو انا عندي مثال زي ده، ص بتساوي 2 اس لوغاريتم س للاساس 2، شايف دي كلها كده يا بابا؟ طالما الاساس ده هو اساس اللوغاريتم شيل ده كله، يبقى ص بتساوي السين.
الله يرضى عليك يا حبيبي، ركز. يعني برضو ممكن اكتبها لك كده، ص بتساوي ه اس لوغاريتم 2 للاساس ه. ايه اللي يحصل؟ شايف دول؟ شيلهم، يبقى ص بتساوي 2. دي القاعدة المقصودة قدام حضرتك دي، ان لو الاساس هو هو اساس اللوغاريتم، بس خد بالك اللوغاريتم ده فوق فوق. الله يرضى عليك يا حبيبي، ركز في الكلام. في حاجة تاني مهمة، بص يا بابا، اوقات كنا بنضطر ناخد لوغاريتم الطرفين. امتى يا مستر؟ امتى اخد لوغاريتم الطرفين؟ حبيبي انت تقدر تاخد لوغاريتم الطرفين في اي وقت طالما المسألة بتاعتك تسمح بذلك، ولكن هو امتى اقول ان انا هاخد لوغاريتم الطرفين؟ في ناس عندها مشكلة في دي. بص يا بابا، اوقات اجيب لك دالة زي دي، ص بتساوي س اس س. بص بقى المشكلة هنا ايه؟ انت دايما في الدالة الاسية يا اما المجهول يبقى فوق يا اما تحت، يعني يا اما المجهول في الاساس يا اما المجهول في الاس. لو ده موجود مفيش مشكلة، مش مضطر تاخد لوغاريتم الطرفين. انما هنا المشكلة ان عندك مجهول في الاساس ومجهول في الاس، فلو هتفاضل او هتكامل هتبقى مشكلة. ركز في كلام اخوك الله يكرمك. امتى بقى؟ انا بتكلم في العموم، في التفاضل وفي التكامل، امتى بضطر اخد لوغاريتم الطرفين؟ حضرتك مسألة زي دي انت لقيت مجهول في الاساس ومجهول في الاس، هيبقى ازمة بالنسبة لك سواء هتفاضل او هتكامل، فبتضطر تقول لي باخذ لوغاريتم الاساس ه للطرفين. فده بيحصل ايه بقى؟ بيخليك تعمل ايه؟ تاخد لوغاريتم الصاد للاساس ه، وتاخد لوغاريتم السين اس سين للاساس ه. فطبعا تستخدم بقى قواعد اللوغاريتم، الاس ده ينزل قدام اللوغاريتم، فتبقى لوغاريتم صاد للاساس ه بتساوي سين لوغاريتم سين للاساس ه. كده بقى عايز تفاضل، هتفاضل بمنتهى البساطة، والكلام ده هروح للتفاضل ان شاء الله ونكلمك فيه، بس انا بكلمك في العموم. يبقى انا بابا كده بكلمك على قواعد اللوغاريتمات، ومعاها كمان قواعد تكامل الدوال الاسية واللوغاريتمية اللي قلت لك اكتبها. هنا يا بابا قواعد اللوغاريتمات قدام حضرتك اهي، من اول واحدة، لوغاريتم عدد لاساس نفس العدد بواحد. اوعى تنسى لو الاس موجود، خد بالك من الفرق ما بين دي، معلش الله يرضى عليك يا بابا عشان برضو يبقى كلامنا واضح. بص بص، هنا الاس على السين، يعني انا مثلا ممكن اكتبها لك كده، لوغاريتم سين اس 2 للاساس ه. دي يا بابا عادي، الاس على السين تقدر تنزله هنا، يبقى 2 لوغاريتم سين للاساس ه. بص الفرق ما بين دي واللي تحتها، لوغاريتم سين للاساس ه الكل تربيع. الاقي بقرة يقول لي ايه؟ يبقى الاس ده مستر ينزل قدام اللوغاريتم. يا جدع روح بقى، ازاي يعني الاس ده على اللوغاريتم؟ على اللوغاريتم كامل. القاعدة بتقول ايه؟ ان لو الاس ده على اللي ورا اللوغاريتم ينزل، انما لو على اللوغاريتم كله ما ينزلش. الله يهديك يا بابا، ركز في كلامنا. لوغاريتم الواحد لاي اساس بصفر، اوعى تنسى جمع اللوغاريتمات شرط تشابه الاساسات. ما اقدرش اجمع اللوغاريتمات بالقاعدة دي لو الاساسات دي مختلفة، وحياة ابوك ركز في الكلام. الجمع في اللوغاريتمات يتحول لضرب شرط تشابه الاساسات، الطرح في اللوغاريتمات يتحول لقسمة برضو شرط تشابه الاساسات. الله يرضى عليك يا حبيبي، ركز في كلامنا يا بابا. اوعى تنسى قاعدة تغيير الاساس، مهمة جدا والله، هنحتاجها ونشتغل عليها كتير. قاعدة تغيير الاساس يا بابا، قاعدة المعكوس الضربي برضو مهمة وهنشتغل عليها كتير. القاعدة دي هتلاقي اول مثال موجود عندك في الامثلة اللي هنحلها دلوقتي بيكلمك عنها اهو. بص يا سيدي، ادي اول سؤال، بص بص بص، بيقول لي انا عايز تكامل ه اس لوغاريتم س الاساس ه بالنسبة لس. لسه قايل لك القاعدة دي حالا وانت لسه شايفها، يعني هتعمل ايه حضرتك؟ قلت لحضرتك لو الاساس ده هو هو اساس اللوغاريتم، شيل ده يا فندم واكتب السين. يبقى احنا هنا عايزين نكامل السين بالنسبه لسين. ولا حماده، اوعى تفصل ما بين تكامل الدوال الاسيه واللوغاريتميه والمثلثيه وكسرات الحدود. التكامل محتاج منك كل القواعد تبقى معاك، الله يهديك يا بابا. يعني انت ما ينفعش تخش تحل تكامل الا لو القواعد كلها معاك. قلت لك مليون مره ركز على قواعد التكامل عشان خاطر يا حبيب قلبي. هنا يا بابا المساله كانت داله اسيه وتحولت معاك لكثيرة حدود، فحضرتك هتكملها ككثيرة حدود، هتزود على الأس واحد وتقسم على الأس الجديد زائد الثابت، ودي مسألتك خلصت. نفس الكلام هنا، بص يا بابا دي دالة أسية، لسه كنت بكلمك عن تكامل الدالة الأسية، إن لو اله أو الدالة بتاعتك أساسها ايه، كنا بنكتب الدالة كما هي ونقسم على معامل السين زائد ثابت التكامل. يعني حضرتك ده تطلع معاك بسدس
ه أس 6 س زائد الثابت. ركز أنا جايب لك أمثلة بص بسيطة كده في البداية عشان تركز والقواعد تتمسمر في دماغك. بص يا بابا دي هنا برضو محتاج قواعد وقوانين اللوغاريتمات معايا. ليه؟ بص يا بابا المفروض ان ده كده قدام اللوغاريتم التلاتة دي، طب مش من قواعد اللوغاريتمات ان انا اقدر ارجع دي مكانها هنا كده؟ يعني دي تتكتب ازاي؟ تتكتب تكامل الف، ركز وحياة ابوك، اس لوغاريتم سين اس تلاتة للاساس الف بالنسبة لسين. انت مركز يا بابا ايه اللي حصل؟ خلي عينك تشوف الله يرضى عليك. ده يا بابا كده من قواعد اللوغاريتمات رجعناه مكانه، عدد قدام اللوغاريتم يرجع أس للسين فرجعناه مكانه. طب ألف أس لوغاريتم والأساس ألف مش دي بنشيلها بابا؟ مش لسه قايلين لك القاعدة دي؟ تبقى تكامل سين تكعيب بالنسبة لسين خلاص بقت كثيرة حدود، زود على الأس واحد واقسم على الأس الجديد يبقى ربع سين أس أربعة زائد الثابت. بص يا بابا طول ما القواعد موجودة قدامك كل حاجة معاك هتبقى زي الفل إن شاء الله. سمي الله وبص على اللي جاي، بيقول لك أنا عايز تكامل تلاتة على سين بالنسبة لسين، شايف الرقم ده؟ ارميه لنا بره، يبقى دي هتبقى أربعة في تكامل واحد على سين بالنسبة لسين. حبيب أخوك مش أنت بابا عارف إن تكامل الواحد على السين يعني البسط تفاضل المقام؟ يبقى الناتج أربعة اوعى تنساها، لوغاريتم مقياس المقام للأساس ه زائد الثابت. بص الكلام بسيط لو القواعد عندك أنت واقف على حيلك وموجودة. بص السؤال ده يا فندم حبيبي، لوغاريتم ه للأساس أربعة اللي قدام سعادتك ده عدد، ده عدد، ده ثابت، ده ثابت والله مفيش مجهول، ارميه بره زيه زي التلاتة زي الأربعة زي الخمسة. يعني دي هتبقى لوغاريتم ه للأساس أربعة في تكامل الواحد على سين بالنسبة لسين. طب مش أنت عارف إن البسط تفاضل المقام؟ يبقى لوغاريتم ه للأساس أربعة في لوغاريتم مقياس السين للأساس ه. ركز بقى الله يرضى عليك. بص بقى هل دي كده في أبسط صورة؟ لا، ممكن تلاقيه عاملها لك كده، مش دول مضروبين يا بابا؟ تلاقيه استخدم قاعدة تغيير الأساس. أنا بقول لك أهو السؤال ده أصلا سؤال اختياري بس أنا جايبه لك من غير الاختيارات، أنت في الاختيارات مش هتلاقي ده. اسمع اللي بقول لك عليه، عمل إيه بقى الراجل؟ استخدم قاعدة تغيير الأساس. دي لوغاريتم ه للأساس أربعة، راح عاملها كده خلاها لوغاريتم ه على لوغاريتم أربعة. وحياة أبوك لا تركز معايا عشان خاطري، في استخدم هنا برضو مع اللوغاريتم ده قاعدة تغيير الأساس، فبقى لوغاريتم مقياس السين وتحت هنا لوغاريتم ه، مش دي قاعدة تغيير الأساس يا بابا؟ لوغاريتم ه للأساس أربعة تبقى لوغاريتم ه على لوغاريتم أربعة، لوغاريتم مقياس السين الأساس ه استخدم قاعدة تغيير الأساس. فحصل إيه بقى؟ ده راح مع ده واتبقى له ايه بقى؟ اتبقى له لوغاريتم مقياس السين على لوغاريتم الاربعه، راح مستخدم قاعده تغيير الاساس تاني ومرجع ده لاصله، خلاها لوغاريتم مقياس السين للاساس اربعه، وراح حاطط لك الاختيار ده في من ضمن الاختيارات. وحياه ابوك مش انا قلت لك القواعد بتاعت اللوغاريتمات مهمه؟ الله يرضى عليك. خدت بالك انك جبت الناتج النهائي؟ بصيت على الاختيارات ما لقيتوش، لقيت الراجل عملي استخدم قاعدة تغيير الأساس عشان يبسط الاختيار ده وحط لك الاختيار ده في الآخر. الله يرضى عليك حمادة، ركز مع أخوك يا بابا. بص كده تكامل 2 جاسين سهلة دي حضرتك يا مستر، دي جاسين تكاملها أنا عارف إنه بيبقى سالب جتا سين، يبقى سالب 2 جتا سين. طب والواحد على سين تكاملها البسط تفاضل المقام، يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام للأساس ه زائد الثابت. خلاص الموضوع منتهي طول ما القواعد عندي والدنيا بسيطة، هتلاقي الموضوع بيمشي معاك كويس. بص يا بابا ده مثال بيقولك انا عايز تكامل ده. طب يا مستر احنا عندنا هنا مشكلة ان هنا في عملية قسمة وانا ما بعرفش اكمل القسمة، طب ما هو اللي فوق مقدار واللي تحت حد، ما تيجي نقسم اللي فوق على اللي تحت؟ يعني اقول له ايه؟ تكامل اقسم بقى هي اس س على هي اس س بواحد زائد، ركز الله يرضى عليك، عند قسمة الأساسات المتشابهة بنطرح الأسس، تبقى دي ه أس سالب 2 س، لأن سالب س وسالب س يدوك سالب 2 س. ركز مع أخوك الله يرضى عليك، تعال بقى نكمل ده. الواحد يا بابا ده ثابت يرجع مضروب في س، دي تكامل ال ه يبقى المفروض سالب. ليه يا مستر حطيت سالب؟ عشان أنا هقسم على السالب 2 فبقى دي سالب 2 أي،
وادي يا عم الداله كما هي، ه اس سالب 2 س زائد الثابت. مش انا بابا دي المفروض عشان اكملها بقول ه اس سالب 2 س على سالب 2؟ معلش انا بوضح الحاجات البسيطه دي عشان بعض الناس بس بتضايقنا، والله ما بتاخدش بالها احنا عملنا ايه. فده يا بابا السالب ده اتضرب في الموجب ده، فبقت دي بالسالب ودي بقت نص عادي زي ما هي. بص يا فندم، السؤال ده انا جايبه لك عشان افرق لك ما بين حاجتين. بص يا بابا، شايف اللي قدامك دي؟ دي كثيرة حدود عادية، والله كثيرة حدود، لأن اله ده عدد يا بابا، لكن دي دالة أسية. بص بص بص، السين تحت وفوق عدد يبقى دي دالة كثيرة حدود، اله تحت والسين فوق يبقى دي دالة أسية. طب عايز أكملها يا مستر، كامل براحتك. دي يا فندم هتزود على الأس واحد وتقسم على الأس الجديد، يبقى سين أس 2 ه زائد واحد على 2 ه زائد واحد، أو زودنا على الأس واحد وقسمنا على الأس الجديد زائد. دي يا بابا تكاملها هتكتب الدالة كما هي وتقسم على معامل السين زائد ثابت التكامل. حضرتك تقدر تكتب ده بصيغة أخرى، واحد على 2 ه زائد واحد مضروب في سين أس 2 ه زائد واحد زائد تلت ه أس 3 س زائد الثابت. براحتك، واخد بالك؟ يبقى أنا كده بفرق لك ما بين دالة كثيرة حدود ودالة أسية. بالله عليك يا حبيبي ركز، تعال نشوف المثال اللي بعده. بص يا بابا، الدالة دي يا فندم عشان تكاملها لازم تكون فاهم اشتقاق الأول. يعني إيه؟ يعني أنا بابا لو قلت لك هي أس س تربيع ممكن تشتقها لي؟ هتقول لي يا مستر إحنا كنا بنشتق بنكتب الدالة كما هي وبعدين نضرب في مشتقة الأس اللي هي 2 س. طب ما هو يا مستر دي كده تعتبر مشتقة لدي. آه بس هنا هناك مش اتنين، دي أربعة. بص يا بابا هنا دي أربعة. طب ما يا مستر ما تخليها كده، اتنين بره واتنين جوه. غلطت أنا في حاجة يا بابا؟ والله ما غلطت. يبقى دي أصبحت ه أس س تربيع د س. يعني حضرتك عايز تقول لي إيه بقى؟ عايز أقول لك إن دي مشتقة للدالة دي. يبقى التكامل بتاعها هيبقى الدالة دي. وأوعى تنسى إن بره في كام؟ اتنين زائد الثابت. الله يرضى عليك، الموضوع محتاج فهم للتفاضل والتكامل. ولا ما تضايقناش. بص بص بص، انا عملت لك حته التفاضل دي عشان تفهم تكامل ازاي، واخد بال حضرتك؟ طيب يبقى التكامل بتاعي هنا هيبقى 2 ه اس س تربيع زائد الثابت. نفس الفكره على نفس السؤال، شايف دي كده يا بابا؟ تعال فاضلها، هي ه اس س تكعيب زائد واحد. لو فاضلناها يا حبيب اخوك، يعني لو اشتقيناها، مش كنا بنكتب الداله كما هي وبعدين نشتق الاس؟ لما اشتق الاس هيبقى 3 س تربيع. يعني يا مستر حضرتك عايز تقول ان دي مشتقه لدي؟ اه. طب ما هي دي يا مستر هي هي دي بس ناقصها 3. طب ما نحط ال 3 ونكتب بره تلت زي ما كنا بنعمل. خلاص بقى العمليه دي المفروض ان انت اتدربت عليها. يبقى اصبح يا فندم بره تلت، والداله دي تنزل كما هي، ه اس س تكعيب زائد واحد زائد الثابت. السؤال اللي قدامك ده بيقول لك انا عايز تكامل ه اس لوغاريتم جا س الاساس ه. خلاص زهقنا بقى من الحته دي يا شباب، الاساس ه واساس اللوغاريتم ه ده بيتشال، يبقى انا عايز اكامل الجا س بالنسبه لس. الجا تكاملها سالب جتا س زائد الثابت. الله ينور عليك. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ انا عايز اكامل دي. بالله عليك بص، اولا اللي قدامك دي مشتقه حبيب قلبي، اللي قدامك دي مشتقة. ازاي يا مستر؟ حبيبي بعد اذنك، هي لو ه اس جتا س ممكن تشتقها لي؟ اشتقها كده. كنا بنشتق ازاي؟ الدالة تكتب كما هي واشتق الاس، صح؟ الجتا مشتقتها سالب جا. طب ما دي يا مستر هي هي دي بس محتاجة سالب. خلاص حط سالب هنا وسالب بره، يبقى دي هتبقى سالب اللي بره نزل اهو معايا كده، واكتب الدالة نفسها اللي هي ه أس جتا س زائد ثابت التكامل. يبقى لازم تكون فاهم إن الاشتقاق ما ينفصلش أبدًا عن التكامل، مستحيل، لا يمكن. لازم تكون فاهم تفاضل عشان تعرف تكامل. أنا هنا بقول لك إن دي كده على هيئة مشتقة، ووضحتها لك أهو بالاشتقاق. الله يكرمك يا حبيبي، ركز في اللي بقوله لك. بص يا فندم، السؤال ده بيقول لي أنا عايز تكامل س تكعيب على س أس 4 زائد 3. بص بقى، خلينا نحط قواعد ثابته نمشي بيها في كل مسائل التكامل. بص حبيب اخوك، لما تلاقي عمليه قسمه اول حاجه تفكر فيها انك تخلص منها، تقسم بسط على مقام،
تحلل فتشيل حاجة مع حاجة، ركز في كلام أخوك عشان خاطر ربنا، عشان أنا عندي مرارة واحدة، ركز في اللي أنا بقوله. أنا بكلمك بوجه عام على أي مسألة اسمة. أول حاجة تفكر فيها إنك تحاول تخلص من عملية الاسمة، لأن أنا ما عنديش قاعدة لتكامل الاسمة. طب الحاجة التانية، لو ما عرفتش حاول تخلي البسط تفاضل المقام. ما أنت ما قدامكش حاجة تاني. بمعنى إيه؟ أنا دي سين تكعيب ودي سين قص أربعة، مش هقدر أقسم حد على مقدار، فأنا هنا مش هعرف أخلص من عملية الاسم. خلاص، يبقى حاول تخلي البسط تفاضل المقام. طب ما تيجي ناخد المقام كده في كلمتين على جنب، المقام سين قص أربعة زائد تلاتة، هات لي كده التفاضل بتاعه، اشتقه لي يعني. لما تشتقه يبقى أربعة سين قص تلاتة. طب ما هي بص يا مستر، هي دي هي اللي فوق بس ناقصها أربعة. طب ما تحط لها أربعة يا عم واضرب بره في مقلوبها ربع، اصبح البسط تفاضل المقام. صح يا حبيب اخوك؟ يبقى الناتج هيبقى لوغاريتم مقياس المقام للاساس ه، واوعى تنسى ان بره كان في كام، ربع زائد الثابت. اتمنى بس الكلام بسيط، بس انت ما تصعبوش على نفسك. فهمت انا قلت لك ايه في موضوع الاسمه؟ حاول تخلص منها. ما عرفتش يبقى يا فندم حاول تخلي البسط تفاضل المقام او مشتقة المقام. هنا اسمة مش هعرف اخلص منها. خلاص تعال نفك التلاصم اللي قدامك ده، مش فاهم يا مستر. يعني بص لو كتبنا دي كده، ركز، وحيات ابوك تكامل واحد على سين في لوغاريتم سين للاساس هي. بالله عليك انت متضايق؟ مش متضايق يا مستر، عادي يعني. بالله عليك بص كده، مش دي كده المفروض ان انا ممكن اقول عليها اس واحد؟ بص بقى اللي انا بقول لك عليه قواعد التكامل معاك في كله. بص، مش ده قوس مرفوع لاس وجواه داله، واللي بره مشتقه اللي جوه؟ المحاضره اللي فاتت، قوس مرفوع لاس جواه داله وبره مشتقتها، فاكر ولا نسيت؟ كنا بنكمل القوس، بنزود على الاس بتاع القوس ده واحد ونقسم على الاس الجديد، يبقى نص في لوغاريتم س للاساس ه الكل تربيع زائد الثابت. يا رب ربنا يهديك ويرزقك الفهم ويهدي حالك كده وتركز مع اخوك. انا فكيت التلاصم ده، زقيت دي كده سنه، فلقيت ان اللي بره مشتقه لدي، فقلت خلاص دي قوس اس واحد، يبقى معنى كده ان ده قوس مرفوع لاس واللي بره مشتقة اللي جوه، يبقى انا كامل القوس. القاعدة بتاعت المحاضرة اللي فاتت، ربنا يهديك هستخدمها كتير. بص يا حبيبي اخوك، السؤال ده قواعد اللوغاريتمات في السؤال ده تحل لك السؤال ده كده. ازاي يعني يا مستر؟ دي اس كام دي يا بابا؟ اتنين. طب ما تنزل دي قدام اللوغاريتم، تبقى دي كده تكامل اتنين في لوغاريتم س للاساس ه على لوغاريتم س للاساس ه. الحق اوان، مش ده هو ده، غاروا مع بعض، يعني اتبقى لك تكامل 2 بالنسبة لسين، رجعها بقى تبقى 2 سين زائد الثابت، وخلصنا. الموضوع بسيط طول ما معاك القواعد كلها في ايدك ومتمكن منها. بص السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لك أنا عايز تكامل ده، ركز معايا الله يرضى عليك. بص يا مستر، مبدئيا كده التلاتة دي مضايقاني، طب ما تنزلها هنا كده. براحتك، ما هو ده من حقك، يبقى دي أصبحت إيه؟ تكامل. واحد على تلاتة سين في لوغاريتم سين للأساس ه بالنسبة لسين، ماشي. برضو لسه الموضوع بالنسبة لي رزل شوية، ولا رزل ولا حاجة، ركز بس. ارمي التلاتة دي برة، يعني أصبحت ايه؟ برة تلت في تكامل واحد على سين في واحد على لوغاريتم سين للأساس ه. بالله عليك لا تركز معي. بص انا عملت ايه؟ نزلت الاس ده هنا، بقت واحد على تلاتة سين في لوغاريتم سين للاساس ه، بعدين رميت التلاتة دي بره، بقت واحد على التلاتة، فكيت التلاصم ده بقى، بقت واحد على سين في واحد على لوغاريتم سين للاساس ه. ركز معايا الله يرضى عليك. بص اللي هيحصل ايه، ادي التلت في تكامل، الله يبارك لك يا حبيبي. بص مش دي ضرب، ممكن تخليها لي اسمه؟ ايوه مستر عادي خليها لك اسمه. بص اعملها ازاي؟ بالله عليك بص، انا هخلي دي واحد على سين،
الفي دي هخليها على. فاكر لما كنا بنقول اقلب العلى فيه؟ كنت بتعمل ايه في اللي وراها؟ بتقلبه. طب ما انا عايزك تخلي الفي تبقى على، يعني الضرب يبقى اسمه، يبقى اعمل ايه برضو في اللي وراها؟ اقلبه. يعني دي اصبحت ايه؟ لوغاريتم س للاساس ه، قلبت ده. استنى بقى، شايف علامه القسمه دي؟ ممكن تعملها لي كشرطه كسر؟ ممكن يا مستر. ادي التلت اللي بره اهو، التلت ده كتبناه اهو في تكامل. وحياه ابوك لا تركز معايا، شايف العلامه بتاعه القسمه دي؟ هي دي. مين اللي فوق؟ الواحد على س. ومين اللي تحت؟ لوغاريتم س للاساس ه. يا ابن اللذينة، بص يلا، بص 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 بص، اصبح البسط تفاضل مين؟ المقام. البسط مشتقة المقام، يبقى الناتج هيبقى لوغاريتم مقياس المقام للاساس ه زائد الثابت. تاني وحياة ابوك عشان خاطري. بص يا بابا كده، بص 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 بص، هنا البداية خالص الأس ده كان مضايقني، نزلته قدام اللوغاريتم من قواعد اللوغاريتمات، رميت التلت ده بره. الواحد على س في لوغاريتم س للأساس ه دي فكتها، خليتها واحد على س في واحد على لوغاريتم س للأساس ه. الفي دي خليتها على. لما بقلب الفي لعلى الضرب القسمة بقلب اللي وراها، فأصبح لوغاريتم س للأساس ه، أصبح ده مقسوم على ده، فعملته بالصورة دي اللي أنت متعود عليها. ده مقسوم على ده، يبقى اصبح البسط تفاضل المقام، يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام كله. المقام عباره عن ايه؟ لوغاريتم س للاساس ه. مركز وحياه ابوك عشان خاطر يا بابا بحلفك بالغالي، عشان خاطر ربنا ركز. نفس الكلام، الاس ده مضايقك نزله قدام اللوغاريتم، الاس ده مضايقك ارميه قدام اللوغاريتم. يبقى التكامل بتاعك هيبقى شكله ايه يا حبيب اخوك؟ ها، 5 في لوغاريتم س للأساس ه على 3 س في لوغاريتم س للأساس ه بالنسبة لس. بالراحة بقى، أصبح ده يروح مع ده، يبقى إيه يا فندم؟ يبقى لك تكامل 5 على 3 س بالنسبة لس. الأرقام طول عمرنا بنرميها برة، ارمي الخمسة على التلاتة برة التكامل واكتب الواحد على السين. خلاص كده المسألة خلصت. يبقى اللي بره 5 على 3 والبسط تفاضل المقام، يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام للأساس ه زائد الثابت. يبقى الموضوع بسيط طول ما انت عايزه بسيط ومركز في قواعدك. سمي الله كده وبص على السؤال ده. السؤال ده بيقول لك انا عايز تكامل س زائد 3 على س ناقص 1، لو اتشقلبت مش هتعرف تخلي البسط تفاضل المقام. بالمنظر ده يعني، بالمنظر ده ليه؟ لان هنا س واللي فوق س، الاس نفس الاس، عشان اخلي البسط تفاضل المقام لو هي كسره حدود لازم الاس اللي فوق يكون اقل من اللي تحت، وده ما حصلش. فانا هحاول اخلص من عمليه القسم. طب اعمل ايه؟ بص كده انا هعمل ايه؟ بالله عليك ركز. هقول له تكامل واقسم اللي فوق ده، هخليه زي اللي تحت. مش فاهم، يعني هخلي اللي فوق ده س ناقص 1 زي اللي تحت س ناقص 1، بس اللي فوق مش سالب 1 يا مستر. خلاص يا عم، زود هنا 4 عشان يبقى سالب 1 زائد 4 يديك موجب 3، اللي انا كنت بقوله لك الحصه اللي فاتت. بص بص، السين زائد 3 دي ممكن نكتبها كده، انت عايزها سين ناقص 1، يعني عايز تخلي اللي فوق زي اللي تحت، فنقص 1 وزود 1. واوعى تنسى ان فوق كان فيه كام؟ 3، فتبقى سين ناقص 1 زائد 4 بالمنظر ده كده. يبقى انا خليت اللي فوق دي تبقى ايه؟ سين ناقص 1 زائد 4. ليه يا مستر؟ عشان اعرف اقسم. بص بقى، بص بص، هقسم، هاخد تكامل السين ناقص 1 على س ناقص 1 زائد تكامل الأربعة على س ناقص 1 بالنسبة لس. بالراحة بقى، وبعدين أكمل كل واحدة من دول لوحدها، يعني أقول له كده تكامل س ناقص 1 على س ناقص 1 تديك 1 زائد تكامل، هاخد دي لوحدها، 4 على س ناقص 1. طبعا يا فندم دي بالنسبة لس ودي بالنسبة لس. طب تكامل الواحد يبقى س، طب الأربعة دي زقها بره واكتبها كده، 1 على س ناقص 1. أصبح البسط تفاضل المقام، يبقى الناتج هيبقى س زائد 4 في لوغاريتم مقياس المقام للأساس ه زائد الثابت.
يبقى انا هنا بحاول دايما يا حبيبي ان اوصل لصوره قياسيه. اي شغل بنعمله في المسائل اللي قدامك كلها ان احاول اوصل لصوره قياسيه. تكامل س تربيع ناقص 25 على س تربيع ناقص 5 س، مش هعرف اخلي البسط تفاضل المقام لان اس 2 واس 2 الاثنين زي بعض. طب ما هو واضح كده يا مستر ان انا اقدر احلل، ده كلام سليم. اللي فوق ده فرق مربعين، هخليه س ناقص 5 في س زائد 5. اللي تحت ده هاخد السين عامل مشترك يبقى لي سين ناقص 5. ركز الله يرضى عليك. السين ناقص 5 تروح مع السين ناقص 5 يبقى لي فوق يا حبيب قلبي تكامل سين زائد 5 على سين بالنسبة لسين. طب ما هو اللي فوق ده أصبح مقداره اللي تحت حد، تعال نقسم. يبقى هكامل سين على سين زائد إن كامل 5 على سين، طبعا دي بالنسبة لسين ودي بالنسبة لسين. تكامل السين على سين تديك تكامل الواحد بالنسبة لسين، زائد تكامل الخمسة ارمي الخمسة بره يبقى 5 في تكامل الواحد على سين بالنسبة لسين. بالله عليك ياض ركز مع اخوك. تكامل الثابت ارجعه مضروب في سين يبقى سين زائد 5. البسط تفاضل المقام يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام للأساس ه زائد الثابت. وكده انا خلصت تكامل. مركز انا كل مره بعمل ايه؟ انا ما بعملش حاجه يا بابا غير ان انا بشتغل بس. لسه قايل لك على تكامل الظا من شويه. الظا دي ممكن اخليها تبقى ها جا سيتا على جتا سيتا. وعايز البسط يبقى تفاضل المقام محتاج له سالب وبره هنا سالب. يبقى يا فندم دي هتبقى سالب لوغاريتم مقياس المقام للاساس ه مقياس اسف للاساس ه زائد ثابت التكامل. يبقى الموضوع بسيط طول ما انت بس مركز. بص السؤال 22 ده سؤال بسيط برضو بس محتاج منك تركيز. ازاي يعني؟ بص لو حاولت تقسم البسط على المقام مش هتعرف لان فوق حد وتحت مقدار. لو حاولت ان انت تحلل حاجة ما عندكش حاجة تتحلل. بس لو انت اديت لنفسك 3 ثواني هتعرف ان ده قانون جا ضعف الزاوية. وان ده لو انت اشتقيته هيديك اللي فوق. لا مش فاهم. اقول لك. تعال ناخد المقام اللي هو 1 زائد جا تربيع س، مشتقة الواحد بصفر، ممكن تشتق لي دي؟ مش ده كنت بعتبر ان الأس ده على الكل؟ الأس ينزل يبقى 2 جا س، أنقص منه 1 يبقى 1 وأضرب في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي جتا س. الله، يعني الجا تربيع س دي مشتقتها هي دي. طب ما أنا لو شلت جا 2 س دي يا حبيب أخوك وعوضت بقانونها اللي هو 2 جا س جتا س، يبقى انا كده يا فندم اصبح البسط عندي هو تفاضل المقام. صح ولا انا غلطان؟ يبقى الناتج يا فندم هيبقى لوغاريتم مقياس المقام اللي هو 1 زائد جا تربيع س للاساس ه زائد الثابت. الله يرضى عليك يا حبيبي، الكلام بسيط ما تصعبوش عشان خاطر اخوك. يبقى انا هنا مجرد بس ان انا بفك حاجه بلاقي حاجه بتوضح معايا. بحاول اقسم البسط على المقام ما عرفتش، يبقى هحاول اخلي البسط تفاضل المقام والموضوع فعلا طلع بسيط والبسط تفاضل الايه؟ المقام. السؤال ده برضو مباشر سؤال بسيط قوي. طبعا انت واخد بالك ان ده المقام الجتا مشتقتها اهي سالب جا ودي جا مشتقتها جتا، يعني واضح جدا ان البسط تفاضل المقام يبقى الناتج اللوغاريتم مقياس المقام اللي هو جتا س زائد جا س للاساس ه زائد الثابت. تعال نشوف السؤال 24. بيقول لك انا عايز تكامل س تربيع على س زائد 1. حبيب قلبي انا هنا مش هقدر ان اقسم البسط على المقام لان اللي فوق حد واللي تحت مقدار. طب ممكن نخلي اللي فوق مقدار؟ اهو تكامل فوق هنقص 1 وازود 1 على س زائد 1. ما عملتش حاجة في المسألة صح؟ ولا عملنا حاجة، نقصنا 1 وزودنا 1. تعال نقسمها، يبقى تكامل س تربيع ناقص 1 على س زائد 1 زائد تكامل 1 على س زائد 1. طبعا دي بالنسبة لس ودي بالنسبة لس. اللي فوق ده فرق مربعين، تعال نحلله. يبقى تكامل فوق هحلل س ناقص 1 في س زائد 1، تحت حبيب اخوك س زائد 1 زائد تكامل 1 على س زائد 1. بص يا بابا الموضوع بسيط ازاي؟
بص تلاقي السين زائد واحد راحت مع السين زائد واحد، يبقى لك تكامل سين ناقص واحد. طبعا ده بالنسبة لسين، ودي قواعدهم سهلة، صور قياسية. زائد تكامل البسط واحد والمقام سين زائد واحد، يعني البسط تفاضل المقام. كده انا وصلت لصور قياسية. تعال نكمل. السين تتكامل تبقى نص سين تربيع. السالب واحد يتكامل يرجع مضروب في سين، سالب سين. البسط تفاضل المقام يبقى الناتج لوغاريتم مقياس المقام للأساس ه زائد الثابت. يبقى الموضوع بيبقى بسيط لحد ما انت تكرر الكلام ده، يعني انت اللي بتكرره بقواعدك ومحصلة القوانين القديمة اللي معاك عشان ربنا يهديك وتحل. بص السؤال 25 بيقول لك ايه؟ انا عايز تكامل 6 على س في لوغاريتم س الاساس ه الكل اس 5. العيال اللماحة تقول لك بص يا مستر شايف دي 6 ارميها برا، تبقى 6 في تكامل 1 على س في قوس جوه لوغاريتم س الاساس ه الكل اس 5. اقول له ماشي، وبعدين ايه؟ يقول لي بص يا مستر اللي برا ده اصبح مشتقة للي جوه، يبقى انت قوس مرفوع لاس واللي جواه مشتقته بره. دي قاعده عندنا يا مستر جدع. يبقى 6 في كامل القوس هزود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، يبقى سدس في لوغاريتم س للاساس ه الكل اس 6. 6 في سدس يغوروا مع بعض، يبقى لي طبعا كل ده زائد الثابت. 6 في السدس يطيروا مع بعض، يبقى لي لوغاريتم س للاساس ه الكل اس 6 زائد الثابت. بص لو القواعد قدامك وكل حاجة معاك هتلاقي الدنيا معاك زي الفل بأمر الله. بص يا حبيبي، جتا أس 10 س مضروبة في ق س، مش انت عارف ان دي دالة في مقلوبها؟ يبقى لما اقول دي جتا أس 10 س ممكن اكتبها كده، 1 على ق أس 10 س مضروبة في ق س طبعا أس 9. فبالتالي دي تكامل، دول 10 ودي 9، يبقى لي 1 تطلع فوق تبقى جتا. يعني انا عايز اجيب تكامل الجتا س بالنسبة لسين. تكامل الجتا س يعني جا س زائد الثابت. مركز ايه اللي حصل؟ دالة في مقلوبها، دالة في مقلوبها. طيب تعال دلوقتي يا شباب احنا هنشتغل معاك كده على طرق التكامل ونفهمك يعني ايه طرق التكامل. بص يا شباب احنا عندنا طريقتين بنستخدمهم للتكامل، هي التكامل بالتعويض والتكامل بالتجزيء. امتى بلجأ للتكامل بالتعويض والتكامل بالتجزيء؟ انا بلجأ للتكامل بالتعويض او بالتجزيء لما ما اقدرش اوصل لصورة قياسية، او في الامتحان هو يجبرني على استخدام واحدة منهم. يعني يقول لي اوجد باستخدام التكامل بالتعويض قيمة التكامل ده او التكامل ده. يعني هو في الامتحان ممكن يجبرك على طريقة منهم، يقول لك استخدم التكامل بالتعويض او التكامل بالتجزيء. لو ده حصل وانت استخدمت طرق الصور القياسية يبقى حضرتك كده يا فندم مش هتاخد الدرجة، لان الراجل قال لك اوجد باستخدام التكامل بالتجزيء او بالتعويض ايا كان منهم يعني، فحضرتك لازم تستخدم التكامل بالتعويض او التكامل بالتجزيء. سمي الله كده بقى وتعالى اوضح لك هو ايه اصلا التكامل بالتعويض وايه هو التكامل بالتجزيء. بص يا سيدي، احنا كنا بنجيب لك مسألة زي دي كده، نقول لحضرتك كامل ونجيب لك هنا مثلا 2 سين وجوه هنا س تربيع زائد 1 الكل اس 3 د س. طبعا انا عارف ان انت قاعد دلوقتي يا مستر اللي بره تفاضل اللي جوه كامل القوس، انا فاهم، بس احنا هنا عايزين نستخدم التكامل بالتعويض. التكامل بالتعويض هنا ازاي يخليني اكامل مساله زي دي؟ بص يا حبيبي، التكامل بالتعويض معتمد على ان حضرتك تعوض. يعني ايه اعوض؟ يعني اخد اللي جوه القوس ده اللي هو السين تربيع زائد واحد، انا سميه مسمى من عندي. يعني مثلا بقول له ايه؟ انا هاخد يا عم السين تربيع زائد واحد ده اسميه عين. يبقى انا خدت اللي جوه القوس ده سميته عين. وبعدين بروح اجيب حاجة اسمها التفاضلي. بص التكامل بالتعويض قائم على انك تغير كل المجاهيل اللي موجودة دي للمجهول اللي انت فرضته. مش فاهمة مستر؟ يعني حضرتك حبيبي هنا مطالب انك انت تشيل كل المجاهيل اللي قدامك دي وتعوض لي بالمجهول اللي انا فرضته او اللي هو حضرتك فرضته. انت سميت اللي جوه ده عين صح؟
هات لي بقى حاجه اسمها التفاضلي. ايه التفاضلي ده يا مستر؟ اللي انا هعوض بيه مكان دي ده لسي. طب اعملها ازاي؟ فاضل الطرفين دول، فاضل دي يعني 2 س، فاضل الواحد بصفر، فاضل دي يبقى د ع د س، صح كده بابا؟ هات لي بقى التفاضلي ده اللي هو الدال س دي. هقول له دال س تساوي، ركز وحياه ابوك، دي مقامها كام؟ واحد. دال س هنا تساوي ايه؟ ده في ده على ده، يبقى دال ع على 2 س. وبعدين يا مستر، وبعدين بقى اروح اعوض هناك في التكامليه بتاعتي. التكامل دي يا مستر سيبها زي ما هي، سيبها دلوقتي. ليه؟ هقول لك بس كمل. ادي ال 2 س في، ركز بقى، حضرتك شلت ده كله وسميته ايه يا بابا؟ سميته عين، يبقى عين اس 3. هتشيل مين دلوقتي؟ دال س، وتحط مكانها ايه اللي انت جبته هنا اهو. هتشيل دال س وتحط ايه؟ دال ع على 2 س، صح كده؟ بص بقى ايه اللي يحصل. تلاقي السنايه دي طارت مع السنايه دي، يبقى التكامليه بتاعتك بقى شكلها ايه؟ تكامل 2 في ع تكعيب د ع. كده بقى كامل براحتك. يعني ايه؟ يعني دي بقت كثيره حدود، صح؟ كاملها بقى براحتك، زود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد، يعني ربع ع اس 4 زائد الثابت. 2 في ربع يعني نص ع اس 4 زائد الثابت. كده انت خلصت. استنى، العين دي يا فندم انا ما اعرفهاش، انت اللي تعرفها، انت اللي فرضها. مش العين دي انت اللي فرضتها في البدايه؟ شيل لي بقى العين دي ورجع لي المساله زي ما كانت، تبقى نص. هشيل العين دي يا بابا واحط مكانها س تربيع زائد 1 الكل اس 4 زائد الثابت اللي انت كنت هتوصل له من الصوره القياسيه، ولكن باستخدام التكامل بالتعويض. يبقى التكامل بالتعويض معتمد على انك تغير المجاهيل اللي موجوده في المساله كلها عشان تعرف تكامل بصوره ابسط شويه. طب معلش يا مستر الحته دي مش واضحه معايا، تعال نديك مثال كمان. اهو يا فندم انا عايز اكامل مثال مثلا معين، عايز استخدم فيه التكامل بالتعويض. بص يا سيدي الناس، لو انا جبت لك مثلا مثال زي ده كده، قلت لك انا عايز اكامل 3 س تربيع في جذر س تكعيب زائد 6 د س. مستر تعال نرفع الجذر يا مستر ونخلي اللي بره مشتقه للي جوه، صح؟ ده لو انت عايز تروح لصوره قياسيه. طب لو انا عايز اشتغل بالتكامل بالتعويض، وات كان اي دو؟ صل على النبي. هروح يا فندم اخد اللي تحت الجذر ده اللي هو س تكعيب زائد 6 واسميه عين، بس المره دي اسميه عين تربيع. ليه يا مستر؟ عشان لما اجي اعوض هنا الجذر يطير لي يعني لو ده جذر تكعيبي كنت قلت عين تكعيب، لو جذر رابع كنت قلت عين اس 4، عشان لما اجي اعوض بالعين هنا الجذر يروح مع التربيع فما بيبقاش فيه جذر. مركز؟ عرفت ليه انا قلت هنا عين تربيع؟ عشان ده جذر تربيعي. يبقى هنا بابا راح اجيب التفاضلي، لان انا هحتاج اغير دي، فانا بجيب التفاضلي من الفرض اللي انا فرضته. يلا هات لي بقى التفاضل هنا، يبقى 3 س تربيع تفاضل الستة بصفر. هات لي التفاضل هنا، يبقى 2 عين في دال عين دال سين، صح يا حبيب اخوك؟ يبقى 3 س تربيع هتساوي 2 عين في دال عين وهنا دال سين. هات لي بقى دال سين دي مقامها كام؟ واحد. هات لي دال سين كده، يبقى دال سين هتساوي، بالله عليك لا تركز، دال سين هتساوي ده في ده على ده، يعني 2 عين دال عين على 3 س تربيع. حلو قوي. تعال بقى نرجع لمسالتنا. تكامل، سيب دي زي ما هي، يمكن تغور في داهيه مع دي، وهي فعلا هتغور في داهيه. طب يا مستر افرض ما غارتش في داهيه، خلاص ابقى ارجع هنا هات السين بدلاله العين.
وهوريك امثله بس ركز معايا. ادي يا فندم الثلاثه س تربيع زي ما هي اهي. في حضرتك قلت لي ان انت هتشيل ده كله وتحط مكانه عين تربيع، يبقى انا هشيل س تكعيب زائد 6 واسميها عين تربيع. طب ما انا لما احط عين تربيع تحت الجذر هيطير الجذر. يا عم اهو جذر تربيعي لعين تربيع على مهلنا اهو. الدال س دي يا مستر حضرتك لسه جايبها لي من تحت اهي اهي، هعوض بيها. هقول له الدال س دي هتتشال وتبقى 2 عين في دال عين دال س. معايا كده؟ او اسف، 2 عين في دال عين على 3 س تربيع اهو بمنتهى البساطه. طب دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ده هيروح مع ده والجذر يشيل التربيع، تبقى ايه؟ تبقى عين. وهنا في ايه؟ 2 عين في دال عين. يلا اضرب بقى، عين في 2 عين تديك 2 عين تربيع دال عين. كامل بقى براحتك، ارمي الاثنين دي بره التكامل وزود على الاس ده واحد واقسم على الاس الجديد، يبقى تلت عين تكعيب زائد الثابت. يبقى دي هتبقى تلتين عين تكعيب زائد الثابت. حبيبي العين دي انا معرفهاش، انت اللي فرضها، يبقى لازم ترجع لي دي لاصلها. بس يا مستر دي عين تكعيب ودي عين تربيع، خلاص هات من هنا العين بس، مش دي تربيع؟ لما تقول عين بس يبقى هتاخد جذر ده. يعني يا مستر اشيل دي، اشيل العين هنا واحط جذر ده اهو. ايوه يعني دي تبقى تلتين. هنا يا فندم هيبقى جواها جذر، جذر كام بقى؟ س تكعيب زائد 6 بس كل اس 3 زائد الثابت. يبقى انا بابا في التكامل بالتعويض الموضوع محتاج منك بس خطوات، انك انت تفرض فرض من عندك تشتغل عليه، ودايما الفرض ده بيبقى لو قوس وجواه مقدار بتاخد المقدار ده تسميه اسم، لو جذر يا فندم بتاخد اللي تحت الجذر تسميه اسم. واخد بال حضرتك؟ يعني الموضوع بيبقى بسيط جدا في التكامل بالتعويض وما فيهوش اي مشكله. هناخد برضو امثله تاني على التكامل بالتعويض، انا بس الفكره ان انا كنت عايز اشرح لك يعني ايه تكامل بالتعويض. دلوقتي هخش لك بقى على موضوع التكامل بالتجزيء، لان التكامل بالتجزيء ليه طريقه معينه كده شباب بنشتغل عليها، واحنا محتاجين من سعادتك ان انت تركز وتعرف ازاي بنكامل بالتجزيء. التكامل بالتجزيء رخم حبتين. ليه يا مستر رخم حبتين؟ لان خطواته بتبقى اطول شويه من التكامل بالتعويض. ليه؟ بص حبيبي اخوك، انا هجيب لك دالتين، هجيب لك تكامليه هنا واقول لك مثلا عين مضروبه مثلا في ص، وهنا مثلا انا عايز اكمل دول بالنسبه لس، يعني دول دالتين مضروبين في بعض. احنا بنستخدم التكامل بالتجزيء يا شباب لما ما اكونش عارف اكامل، وفي الاغلب بيبقوا دايما دالتين مضروبين في بعض، فانا ما بعرفش اخلص من عمليه الضرب. شوف انا بقول ايه تاني، تكامل بالتجزيء دايما بتلاقي دالتين مضروبين في بعض، فانت ما بتعرفش تخلص من عمليه الضرب، فبتضطر تروح للتكامل بالتجزيء. طب اعمل ازاي بقى واعمل ايه يا مستر في التكامل بالتجزيء؟ بص حبيبي، انت بتختار حاجتين، داله تفاضلها وداله تكملها. مش فاهم يا مستر؟ يعني مثلا ممكن تختار الداله عين انك تفاضلها، والداله صاد انك تكملها. خلي دي يا عم صاد شرطه عشان تبقى الكلام واضح بالنسبه لك. يبقى انا هاخد الداله عين افاضلها، والداله صاد شرطه اكملها. لما تفاضل العين تبقى دال عين، لما تكامل الصاد شرطه تبقى صاد. وبعدين يا مستر، وبعدين بتقول لي ده في ده ناقص تكامل ده في ده. يعني ايه يا استاذ؟ يعني هنا يا فندم بتقول لي كده التكامل هيبقى عين في صاد ناقص تكامل الصاد بالنسبه لعين. الله يكرمك، عملنا ايه يا حبيب اخوك؟ كان عندي دالتين، اخترت داله فاضلها وداله كاملها. الداله اللي هفاضلها هي العين، الداله اللي هكملها هي الصاد شرطه، وبعدين ضربت ده في ده ناقص تكامل ده في ده. ادينا مثال، لان احنا ما شاء الله علينا ما بفهمش غير بالامثله. تعال بص يا فندم، انا عايز اكامل مثلا س في لوغاريتم س للاساس ه. انا جايب لك سؤال زي ده،
بس خليني اوضحه لك. بص يا بابا، طبعا انت لو اتشقلبت هنا عشان توصل بالشكل اللي قدامك ده لصوره قياسيه مش هتعرف، مستحيل. امال اعمل ايه يا مستر؟ هنا بتضطر ان انت عندك حاصل ضرب دالتين، فبتروح تعمل ايه بقى؟ تقول انا هستخدم التكامل بالتجزيئ. فحضرتك بتختار دالة فاضلها ودالة كاملها، ماشي؟ طب فاضل مين وكامل مين يا استاذ؟ بص من الاخر كده، عندنا شوية ثوابت محتاجين ان احنا ننبه حضرتك عليها. ايه هي؟ دايما اختار الدالة اللي سهلة التكامل او تكاملها اسهل، لان التفاضل احنا بنفاضل اي حاجة، لكن في التكامل ما بنكملش اي حاجة. بمعنى دول دالتين، هل انت تعرف تاخد اللوغاريتم ده تكامله؟ ما عنديش تكامل اصلا للوغاريتم، افهم كلامي. يبقى انا دايما بختار الدالة اللي سهلة التكامل لكن التفاضل عادي. فانا هنا اختار ان فاضل اللوغاريتم وكامل السين. الله يهديك، بالله عليك ركز. لما تفاضل اللوغاريتم هنا هيبقى واحد على سين، لما تكامل اللوغاريتم او تكامل الدالة دي هتبقى نص سين تربيع. ركز معايا الله يرضى عليك. وبعدين يا مستر، وبعدين يا حبيبي، بنطبق القاعدة بتاعتنا. بص القاعدة بتاعتنا بتقول ايه؟ ده في ده ناقص تكامل ده في ده. يعني ايه يا مستر؟ يعني هنضرب ده في ده ناقص تكامل ده في ده، يعني دول يتضربوا في بعض. يبقى التكامل بتاعك عبارة عن ايه؟ نص سين تربيع مضروبة في لوغاريتم سين للأساس هي ناقص تكامل ده في ده. طبعا السين تروح مع سيناية من دول، يبقى نص سين بالنسبة لسين. يبقى حضرتك فضلت دالة وكملت دالة وعملت مقص ده في ده ناقص تكامل ده في ده، خلصت؟ لسه، ما هو ده عايز يتكامل. يبقى دي زي ما هي هتبقى نص سين تربيع في لوغاريتم سين للأساس هي ناقص كامل. دي بقى ارمي النص بره، يبقى هتزود على الأس ده واحد وتقسم على الأس الجديد، فيبقى نص سين تربيع يتضرب في النص ده، يبقى ربع سين تربيع زائد الثابت. يبقى حضرتك هنا يا فندم بتختار دايما في التكامل بالتجزيئ دالة تفاضلها ودالة تكاملها. خدت مثالين عشان افهمك الفرق ما بين التكامل بالتعويض والتكامل بالتجزيئ، وهنكمل حل عليهم. فسم الله بقى كده وركز معايا. بص يا بابا كده، السؤال ده 27 بيقول لي تكامل لوغاريتم سين الاساس هي. لو عملت البدع في سؤال زي ده مش هعرف يا فندم اوصل لصورة قياسية، فبحاول اشوف انا هكامل ايه، بالتعويض ولا بالتجزيئ. تعويض هنا ما ينفعش. ليه يا مستر؟ الشكل اللي قدامك ده فيه دالتين، ركز وحياة ابوك. ايه يا استاذ؟ هي من امتى دالة سين دي دالة؟ دالة، بس اعتبر ان قدامها واحد. يعني حضرتك هتعتبر هنا ان ده واحد في لوغاريتم سين الاساس هي، يعني دول دالتين. فانت حضرتك هنا هتشتغل بالتكامل بالتجزيئ، هتختار دالة تفاضلها ودالة تكاملها. مستر انا كده متلخبط، انا امتى هوصل لصورة قياسية وامتى؟ يا ابني ما انا قلت لك لو هتعرف توصل بالمسألة لصورة قياسية يا سلام يا رب. طب مش هتعرف توصل لصورة قياسية، يبقى انت قدامك حاجة من الاتنين، يا تعويض يا تجزيئ. امتى تعويض يا استاذ؟ لما تعرف تستخدم التعويض. امتى تجزيئ يا مستر؟ لما تقدر تستخدم التجزيئ. طب هو انا يعني في مسألة زي دي مش دول دالتين مضروبين في بعض؟ مش هتعرف تستخدم التعويض، التعويض هيشلوح لك المسألة. لكن هنا انا اقدر اشتغل بالتجزيئ، هختار دالة فاضلها وطبيعي هختار اللوغاريتم ودالة هكملها اللي هي الدال سين اللي هي الواحد. يعني معايا يا بابا؟ لما فاضل دي يا حبيبي تديني واحد على سين، لما كامل دي يا قلب اخوك تديني سين. في التكامل بالتجزيئ بنقول ده في ده ناقص تكامل ده في ده، فالناتج يطلع معايا يبقى ده في ده يعني سين لوغاريتم سين للأساس هي ناقص تكامل. لما اضرب دي في دي يبقى انا بتكلم هنا عن الواحد بالنسبة لسين. يبقى هنا بابا هتكامل ده، يبقى سين لوغاريتم سين للأساس هي ناقص الواحد تكامله سين زائد الثابت. يبقى التكامل بالتجزيئ طريقة بسيطة جدا، ولكن انت اللي بتكرر. عندك دالتين مضروبين في بعض، افاضل مين وكامل مين؟ دي بتاعتك انت. دايما اختار الدالة الاسهل في التكامل. سؤال تاني بنفس الصيغة، تكامل سين في لوغاريتم سين الاساس هي بالنسبة لسين، عندي هنا حاصل ضرب دالتين.
ادي الداله الاولى وادي الداله الثانيه. والله لو وقفت على شعر راسك عشان توصل بالتكامل ده لصوره قياسيه مش هتعرف. فبالتالي انا ما قداميش حل غير ان استخدم يا اما التعويض يا اما التجزيئ. طب تعويض يا مستر؟ صعب. يبقى تجزيئ ماشي، تفاضل، تكامل. حبيبي الله يكرمك ركز، اختار دايما الداله الاسهل في التكامل. طبعا مفيش، مش هعرف اكامل لوغاريتم يبقى اشتقه. هو بمزاج يا استاذ. اه بمزاجك. يعني انا بمزاج اختار افاضل مين واكامل مين؟ ايوه. اه والله. بس طبعا في بعض المسائل زي المساله دي مثلا، انت هتفاضل اللوغاريتم وانت رجلك فوق رقبتك، مش هتعرف تكامله. يعني انت مش هتعرف تكامل، ملوش قاعده عندنا تكامل اللوغاريتم، ملوش قاعده. فانت هتفضله غصب عن عينك، واخد بال حضرتك؟ طب وهنا مستر السين هكملها حبيب قلبي، يلا يا فاضل اللوغاريتم. تفاضل اللوغاريتم يا مستر هيبقى واحد على سين، تكامل ده يا مستر هيبقى نص سين تربيع. يلا يبقى ده في ده ناقص تكامل ده في ده، يلا حبيب قلبي، يعني نص سين تربيع في لوغاريتم سين للاساس ه، ده اول واحده ناقص تكامل. تكامل مين بقى؟ ده في ده. طبعا سينايا تروح مع سينايا من دول يبقى نص سين، لسه واخدينها من شوية. يلا يا عم يبقى نص سين تربيع في لوغاريتم سين للأساس هي ناقص، طبعا ده لما كامله هيبقى أزود على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد، يعني هيبقى ربع سين تربيع زائد السابق. يبقى دايما في التكامل بالتجزئة يا شباب احنا بنختار دالة نفاضلها ودالة نكملها. بص دايما اسمعها بقى من اخوك. بص دايما التكامل بالتجزيئ ده بيبقى ايه؟ كثيره حدود في لوغاريتميه، كثيره حدود في اسيه، كثيره حدود في مثلثيه. فاهم حاجه؟ يعني دايما بيبقى جايب لك ايه؟ دوال مختلفه. زي مثلا السؤال ده كده، بص دي داله ودي داله، مش هعرف اوصل لصوره قياسيه، مش هقدر. فبالتالي انا هنا قدامي حاجه من الاثنين، يا تعويض يا تجزيئ. فطبعا طالما دالتين مضروبين في بعض بالمنظر ده كده من الاخر، ما قدامكش غير التجزئ. يبقى هتختار داله تفاضلها ودالة تكملها. حبيبي ركز الله يرضى عليك. اختار فاضل مين يا مستر؟ والله يا حبيبي انا قلت لك من شويه اختار الاسهل في التكامل. طب يا مستر لو انا خدت الاسهل في التكامل دي، لا هنا بقى هيبقى الموضوع بالنسبه لك غباء. ليه؟ بص 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 انا هقول لك ليه، وهعملها معاك غلط، يعني انا همشي بالغلط بتاعك. بص هعمل ايه، لو انت اخترت تفاضل مثلا المثلثيه وتكامل كثيره الحدود، بص هيحصل ايه؟ ولا بص الجتا فاضلها جتا، امشي معايا للاخر، مش انت هتفاضل دي؟ طب دي لما تكملها هتبقى 3 على 2 سين تربيع زائد 2 سين. بص بص لما تيجي تقول ده في ده ناقص تكامل ده في ده، فهيطلع عندك التكامل الجديد في حاصل ضرب دالتين تاني. حماده مركز معايا، ركز مع اخوك. تاني لما اخترت تفاضل الداله المثلثيه وتكامل كثيره الحدود، لما فاضلت دي اديتك مثلثيه ولما كملت دي اديتك كثيره حدود تاني. فانت المفروض بتقول ايه في التكامل بالتجزئ؟ ده في ده ناقص تكامل ده في ده. فتلاقي ان التكامل اللي هيطلع معاك تاني هيبقى حاصل ضرب دالتين تاني. طب ما انت متخلف كده، يعني انت راجل متخلف، يعني انت عايز تخلص من الضرب فتعمل ضرب تاني؟ امال اعمل ايه؟ بص 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 لو بدلنا دول بقى، بص ايه اللي هيحصل. يعني لو رحنا خدنا كسرت الحدود نفاضلها والمثلثيه نكملها، ركز وحياه ابوك. بص كسرت الحدود 3 س زائد 2، طب انا هكامل الجا س. بص يحصل ايه، لما فاضل دي تديني 3، لما كامل دي يا حبيبي تديني سالب جتا س. اه بص بقى، بص 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 لما اقول ده في ده ناقص تكامل ده في ده، التكامل اللي هيطلع لي هيطلع لي فيه داله واحده. يعني ايه؟ يعني اهو او بص سالب 3 س زائد 2 مضروبه في جتا س ناقص تكامل، ناقص تكامل. الاشاره الاساسيه في القانون سالب، بس دي بالسالب فدي هتبقى موجب 3 في جتا س بالنسبه ل س. بص بقى دي اللي انت هتكملها تاني، طلعت ايه؟ داله واحده مش دالتين. لما كنت مبدل كان ده هيطلع لك حاصل ضرب دالتين تاني. فهمت انا اقصد ايه في التكامل بالتجزئ؟ الله يرضى عليك يا حبيبي ركز. يبقى هنا يا فندم دي هتفضل زي ما هي كده، سالب 3 س زائد 2 في جتا س، ودي هكملها عادي جدا، التلاته يا فندم بره والجتا تكاملها جا س زائد
السد. أجيب. السؤال 30 ده بيقول لك انا عايز تكامل 2 س زائد 3 دي كثيره حدود في لوغاريتميه، وبيقول لك انا عايز التكامل ده لو اتشقلبت مش هتعرف توصل لصوره قياسيه، يا تعويض يا تجزئ. حاصل ضرب دالتين لسه قايل لك من شويه، كثيره حدود في اللوغاريتميه، كثيره حدود في اسيه، كثيره حدود في مثلثيه، فاهم حاجه؟ دي كثيره حدود في اللوغاريتميه. طب يا مستر يبقى هشتغل بالتجزئ، هختار داله فاضله وداله كاملها. لو انت بقى ناصح هتقول لي بص يا مستر انا هاخد كثيره الحدود دي افاضلها، صح؟ طب وهكمل اللوغاريتم ازاي؟ صعبه. يبقى خلاص يا مستر هفاضل اللوغاريتم وكامل كثيره الحدود. ماشي يلا يا عم فاضل اللوغاريتم. لما تفاضل اللوغاريتم هنا يديك واحد على س. خد بالك انا هنا مجبر، انا هنا مجبر ان فاضل اللوغاريتم مش هعرف اكمله، فاهم حاجه؟ واحد ابوك انت بتختار داله فاضله داله كاملها. فوق كنت اقدر افاضل دي وكامل دي او افاضل دي وكامل دي براحتي لان دي كثيره حدود ومثلثيه، بس انا اخترت اللي هيسهل عليا الموضوع، ففكرت اني لما فاضل كثيره الحدود هتديني رقم، فلما اجي اقول تكامل ده في ده هيطلع لي داله واحده مش دالتين، فاهم حاجه؟ لكن هنا انا عندي كثيره حدود ولوغاريتميه، انا مجبر افاضل اللوغاريتم اللي مش هعرف اكمله فبروح افاضله. طب وده كامله عادي، يبقى نص س تربيع زائد 3 س عادي جدا، ولما تضرب هتلاقي الموضوع اختلف معاك. ده هيتضرب في ده يعني هيبقى ايه؟ هيبقى نص، هكمل هنا بس يا شباب، نص س تربيع زائد 3 س مضروبه في لوغاريتم س للاساس ه ناقص تكامل. بص بقى بص بص ده لما يتضرب في ده، بص مش الواحد على س ده هتتضرب في دول في الاثنين؟ السينية دي مع السينية دي مع الاولانيه يعني او بص بابا، واحد على س مضروبه في س او نص س تربيع اسف زائد 3 س او عادي جدا ده س. يلا النص او الواحد على س ده هيتوزع، يتضرب هنا مره ويتضرب هنا مره، دي مع دي، يبقى هنا اقول له نص س تربيع زائد 3 س في لوغاريتم س للاساس ه ناقص تكامل. تعال بقى نشوف اللي هيطلع من الضرب ده، سناية مع سناية يبقى تلت س، سناية مع سناية يبقى 3، وكده يا فندم دي صورة قياسية أقدر أكملها بمنتهى البساطة. يبقى دي هتبقى نص س تربيع زائد 3 س مضروبة في لوغاريتم س للأساس ه ناقص، طبعا ده هيتكامل هزود على الأس واحد وأقسم على الأس الجديد يبقى سدس س تربيع، ده هيرجع مضروب في س، بس طبعا اوعى تنسى ان بره في سالب فهيغير لك الاشارتين دول، فهتبقى سالب 3 س زائد السالب. يبقى لازم تاخد بالك احنا عملنا ايه في المثال ده، الله يرضى عليك، مثال بسيط والله بس يبقى محتاج منك بس تركيز، هو انا هفاضل مين وكامل مين عشان الدنيا تمشي كويس. تعال شوف السؤال اللي بعده. السؤال 31 ده بيقول لك انا عايز تكامل س في ه واس س مستمرين في التكامل بالتجزئ لان هو اللي عليه تقل اكتر، التكامل بالتعويض بسيط ما فيهوش حاجه. تكامل س في ه اس س دول دالتين مضروبين في بعض، فانا عايز اكملهم مش هعرف اوصل لصوره قياسيه مستحيل، فبالتالي اختار داله فاضله وداله كاملها. لما اختار مثلا ان فاضل هنا فانا هاخد اللي هي اس س او ايا كان، هاخد الس ليه يا مستر؟ عشان لما فاضل الكثيره حدود تديني رقم فما يرجعش تاني حاصل ضرب دالتين. انت في خلاص بقى العمليه دي بقت سهله، يعني بص 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 لو انت قلت كده مثلا دي هي اس س هتفاضلها ودي س هتكاملها، فلما تفاضل دي هتديك هي اس س ولما تكامل دي هتديك نص س تربيع. بص مش انت بتقول ده في ده ناقص تكامل ده في ده، فلما تجيب تيجي تجيب تكامل ده في ده تاني هتلاقي نفسك قدام حاصل ضرب دالتين تاني، فطبيعي يعني طبيعي هختار الاسهل، ان فاضل كثيره الحدود عشان تديني رقم، وان كامل اللي هي اس س لان اصلا كده كده اللي هي اس س تكاملها سهل، اللي هي اس س تكاملها هي اس س وتفاضل الس يديني واحد، يبقى ده في ده ناقص تكامل ده في ده. يلا يا فندم يبقى س في هي اس س ناقص تكامل هي اس س في واحد تديك هي اس س بالنسبه لس، يبقى دي س في هي اس س
ناقص تكامل الهي اس س تديك هي اس س زائد السابع. يبقى الموضوع بس حبيب اخوك محتاج منك تركيز مش اكتر والله. بص يا بابا دي داله والراجل هنا بيطلب مني ان اجيب له التكامل ده س في جتا س تربيع. طبعا بعض الناس تقول لك ايه، هو انا يا مستر لو جبت دي كده بالمنظر ده جا س تربيع وعايز اكملها اعمل ايه، او اسف عايز افاضلها، ممكن نفاضلها؟ كنا بنشتق مين الاول يا ولا؟ الزاويه. لما اشتق الزاويه تبقى ايه؟ 2 س، والجا مشتقتها جتا، والزاويه تكتب كما هي. الله، طب ما هو ده يا مستر هو ده، بس ناقصه ايه؟ ناقصه 2. طب ما تحط له 2 واضرب بره في نص، يبقى دي كده اصبحت نص، ودي كده بتمثل مشتقه مين يا فندم هنا؟ الجا س تربيع زائد الثابت. يبقى انا هنا بحاول اوصل لصوره قياسيه بالمثال اللي قدامك. طبعا دول دالتين س في جتا س، طبعا حاصل ضرب دالتين مش هعرف اوصل لصوره قياسيه، دي س يا فندم ودي جتا س. طبعا اللي فات قدرت اوصل لصوره قياسيه لاني فاهم تفاضل وفاهم تكامل، لكن هنا يا فندم مش هقدر اوصل لصوره قياسيه، فبالتالي لازم اشتغل يا اما بالتعويض يا اما بالتجزيئ. وطبعا هنشتغل بالتجزيئ، تفاضل تكامل. افاضل مين؟ افاضل كسيرة الحدود عشان تديني رقم. اكامل مين؟ اكامل المثلثية. يلا يا حبيب اخوك، فاضل السين تبقى واحد، كامل الجتا تبقى جا، يبقى ده في ده ناقص تكامل ده في ده. يلا حبيب، يبقى سين في جا سين ناقص تكامل الجا سين بالنسبة لسين، يبقى سين في جا سين ناقص تكامل الجا سالب جتا سين تبقى موجب جتا سين زائد الثابت. اتمنى من حضرتك بالله عليك تكون فاهم الكلام كويس ومدرك ايه اللي بيحصل. بص حبيب قلبي، كان عندي قاعدة كده مش عارف انت فاكرها ولا لا، بس كنت بقول لك ايه، هو تكامل الهي اس س في جا س زائد جتا س انا ممكن اوزع واشتغل، يعني ممكن اوزع دول واشتغل، بس دي اصلا قاعده. قاعده ازاي يا مستر؟ فاكر لما كنت بقول لك كده لو هي اس س مضروبه في داله، مش دول كده حاصل ضرب دالتين؟ بالله عليك انا بديك هنا مثال بسيط يفكرك بملحوظه انا قلتها لك بس انت ما سمعتش كلامي فيها. ايه هي يا مستر؟ ان لما قلت لك هي اس س مضروبه في داله، فاكر كنت بقول لك ايه؟ عشان تجيب حاصل ضرب دول خد اللي هو اس س واضرب الداله في مشتقتها. بالله عليك، بالله عليك مش فاكر الجمله دي؟ لما كنت بقول لك هي اس س مضروبه في داله، لما تيجي تشتقها المفروض تشتق حاصل ضرب دالتين، مشتقه الاولى في الثانيه زائد مشتقه الثانيه في الاولى، فاكرها؟ بس انا اديتك ملحوظه ساعتها، قلت لك ايه؟ لو لقيت هي اس س مضروبه في داله وانت بتشتق ما تقعدش تقول ايه بقى مشتقه الاولى في الثانيه زائد مشتقه الثانيه في الاولى، لا لا، على طول قول ايه؟ هي اس س في الداله زائد مشتقتها، قلت لك كده ساعتها. لو هي اس س اهو قاعده، اهي اهي قاعده، قاعده قاعده هامه تحل لك سؤال زي ده ممكن يضيع منك وقت كتير. القاعده الهامه دي بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك لو هي اس س مضروبه في داله، لما تيجي تشتق دي هتكتب الهي اس س وجوه القوس الداله زائد مشتقتها. الله، طب ما الراجل اصلا بيكلمني في السؤال ده على داله ومشتقتها. الله، يعني هو قصد ان دي في الاصل دي مشتقه، كانت في الاصل هي اس س مضروبه في داله، طبعا مفيش تكامل هنا اسف، يعني دي كانت في الاصل هي اس س مضروبه في داله زائد الثابت وخلصنا. يعني دي هي اس س في جا س ده الاصل بتاعها، لانك لما تيجي تشتق دي هتقول ايه؟ اللي هي اس س مضروبه في الداله زائد مشتقتها. ووضحت لك الجمله دي قبل كده والله اكتر من مره، الجمله دي مهمه جدا. لو هي اس س مضروبه في داله وانت بتشتق ما تشتقش حاصل ضرب دالتين، انجز هتقول هي اس س في الداله زائد مشتقتها. طيب السؤال رقم 35، سؤال بسيط برضو، بيقول لك احنا عايزين التكامل اللي قدامك ده. قلت لك قبل كده اكتر من مره فك التلاصم ده، عينك هتشوف ومخك يرتاح، يعني خلي دي تبقى كده تكامل، خد الواحد على السين براحتك، ودي تبقى جا وجوه هنا لوغاريتم سين للاساس ه بالنسبه لسين. بص بقى، شايف اللي قدام حضرتك دي مشتقه، مشتقه ازاي يا مستر؟
شايف دي يا فندم كده؟ شايف الجادي؟ هات التكامل بتاعها، مش هيبقى جتا؟ واكتب الزاوية كما هي. مش انا اتفقت معاك في الدوالي المثلثية قبل كده مليون مرة ان الزاوية دي بيكتبها بالطريقة اللي هو عايزها؟ ممكن يكتبها لك كسيرة حدود، ممكن يكتبها لك مثلثية، ممكن يكتبها لك أسية، ممكن يكتب لك الزاوية لوغاريتمية، ممكن يكتبها لك حاصل ضرب دالتين، ممكن يكتب لك الزاوية كجذر. ارجع كده لمراجعة التفاضل هتلاقيني بكلمك في الموضوع ده. بص يا بابا، مش دي جتا زاوية؟ اشتق لي بقى الكلام ده كده. كنا بنشتق الزاوية الأول صح؟ مشتقة اللوغاريتم يعني واحد على س. الجتا مشتقتها جا، والزاوية تكتب كما هي. مش ده يا بابا، مش ده كده، بالله عليك مش ده هو هو ده؟ انت فاهم؟ انا قلت لك التفاضل والتكامل ما ينفصلوش عن بعض. دي كده مشتقة. مشتقة مين؟ مشتقة الجتا. يعني دي المفروض في الاصل تكاملها يبقى جتا لوغاريتم س للاساس ه زائد الثابت، عشان لما تيجي تشتقها تديك اللي جوه ده. وحياة ابوك، ركز في اللي بقولك عشان خاطر اخوك، بالله عليك والله العظيم الواحد لو يطول يفتح مخك ويحط المعلومة هيعملها، بس بنحاول. بص يا بابا، انا فاهم تفاضل فانا فاهم تكامل. حضرتك انا لما فكيت دي لقيت دي زاوية ودي مشتقتها. طب ما دي المفروض في الاصل المفروض ان انا بعملها كمشتقة، يبقى الاصل كان ايه؟ كان جتا. بس خد بالك احنا نسينا هنا حاجة، اللي المفروض هنا يبقى فيه سالب، فهنحط هنا سالب وسالب بره، يبقى السالب جتا س او سالب جتا لوغاريتم س للاساس ه، عشان انت عارف ان الجتا مشتقتها سالب ج. هنا برضو نفس الكلام، سؤال 36 تعلم شويه، بيقول لي هات تكامل ه اس س في 1 زائد ظا س زائد ظا تربع س. الواد الناصح اللي عايز يلم شويه يقول لي بص يا مستر، شايف دي 1 زائد ظا تربع س دي؟ اقول له اه يا مالها؟ يقول لي انا ممكن اشيلها يا مستر واحط مكانها ك تربيع س. بقوانين حساب المثلثات 1 زائد ظ تربيع س بتساوي ك تربيع س، تمام؟ يبقى انا هشيل ال1 زائد ظ تربيع س دي واحط ك تربيع س. مش دي كان اسمها ظ س؟ دي نزلت اهي، دي نزلت اهي، ودي ايه يا بابا؟ ك تربيع س. لسه قايل لك القاعده دي. بص بص، ه اس س دي داله ودي مشتقتها. ه اس س مضروبه في داله زائد مشتقتها، يبقى الاصل كان ه اس س مضروبة في الدالة زائد الثابت، عشان لما تشتقها هتبقى ه اس س مضروبة في الدالة زائد مشتقتها. قاعدة مهمة جدا جدا جدا. بص حليت لك كام سؤال من غير ما تخش في متاهات. السؤال اللي قدام حضرتك ده برضو سؤال بسيط، بس فيه يعني تعب شوية. ليه بقى؟ شايف السين دي يا فندم؟ نزلها قدام اللوغاريتم يبقى تكامل 1 على س تكعيب في س لوغاريتم س للاساس ه الكل تربيع، وزع الاس مره على السين ومره على اللوغاريتم، ماشي؟ يبقى تكامل 1 على س تكعيب في دي هتبقى س تربيع في لوغاريتم س للاساس ه الكل تربيع. ما بعملش حاجه والله، انا بمشي بقواعد رياضيه بسيطه جدا. معايا يا بابا؟ دي سينايه تربيع تروح مع سنتين من اللي تحت، يبقى لي تكامل 1 على س في لوغاريتم س للاساس ه الكل تربيع. اه ده قوس مرفوع لاس جواه داله، واللي بره مشتقه اللي جوه. يبقى يا فندم هكامل القوس، هزود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد، يبقى تلت في لوغاريتم س للاساس ه الكل تكعيب زائد الثابت. يبقى انا بابا هنا بحاول اوصل معاك لشويه تمارين وشويه مصطلحات مهمه كنت بحاول اوصلها لك في التكامل للدوال الاسيه واللوغاريتميه، او التكامل بالتجزيء، او التكامل بالتعويض. خد بالك ان احنا ماشيين بوتيره واحده. في الاربع محاضرات هتلاقيني في اول محاضرتين اللي هي اللي فاتت ودي بشرح معاك القواعد والامثله اللي عليها، وعلى قد ما بقدر بحاول ادي تمارين كتير والله، بس انا ما برضاش اطول عليك لان انا قلت لك قبل كده مليون مره ايدك تشتغل احسن ما عينك تشتغل. دي رقم واحد. رقم اتنين، الحصه اللي جايه هتلاقينا بقى بنتكلم خلاص، احنا كده خلصنا قواعد التكامل. اللي جاي تكامل محدد اللي هي الحصه الجايه، وهتلاقينا برضو بنراجع تاني امثله كتير وبنحل امثله كتير على التكامل المحدد. وبعدين هناخد الحصة أو المحاضرة الأخيرة اللي هي المساحات والحجوم اللي هي التطبيق على قواعد التكامل.
بالله عليك بالله عليك المحاضرتين دول يتفرموا كويس، وبالله عليك ما تخشش على التمارين ولا بحل في اي محاضرة منهم الا وانت عامل ملخص كده لقوانينك وقواعدك عشان الدنيا تمشي معاك كويس. بامر الله بامر الله المحاضرة اللي جاية هتلاقينا خلصنا التكامل المحدد، وبعدين نخش في المساحات والحجوم، وبعد ما نخلص التكامل هتلاقيها بننزل لك خطة للفراغية وخطة للتفاضل لغاية اخر السنة ان شاء الله. ربنا معاكم ويصلح حالكم ونشوفكم احسن الناس. سلام عليكم. Thank you.